السلام عليكم. انا اليوم بغيت ندير معكم هذا الفيديو هذا باش نسد هذا الموضوع. لحق صافي مبقيتش قادره، ما كاين ما اكثر خرج بوجه مكشوف وقدام العالم وقدام الناس، وكان فيا ما ندير كاع فيديو ما نعترفش ولا نخرج كاع فيديو نقول لكم انا ما درتش وغير نكذبه، ولكن لا، خرج بفيديو وقلت انا فعلا غلطت ودرت وفعلت وتركت، وانا كنطلب السماحه من المغاربه اللي كيقول لي طلبي منه السماحه. ورا طلبت منه السماحه، هو طلبت منه السماحه، وهذا الشيء اللي كيدير ليا فيه انتقام شاد من قلبه، ضاره شي حاجه من قلبه من جهتي، حيت ما يمكنش هذا الانسان هذا كنت كنتعامل معاه هاد السنين هادو كامله، مزيان وحاطه عليه الراس، وحتى انا دايره فيه امي وبو وخوتي وكل شيء، نقدر ما نعرف معاه ما نهضرش، وهو ولا ما هضرتش معاه غير دقيقه كان مرض، ويجي في الاخر ويشوهني ويدير لي هاد الحاله. مهم، ماشي مشكل، اللي وقع دابا وقع، وما يمكنش لينا نرجعوا الزمن لور، ما يمكنش ليا. اش غادي نقول لكم؟ ما بقيتش عارفه شنو غادي نقول، لحقاش هادشي صافي، يعني صافي غلطه ودرناها، شنو بغيتوني ندير اكثر؟ لا جاوبوني، قولوا لي شنو بغيتوني ندير اكثر من الاعتذار. كيقول لك بعدا اعتذر من ربي، انا بيني وبين ربي عارفه راسي اش كندير بيني وبين ربي، وربي كون كان ربي هضر راه هو غادي يشهد على الحقيقه ديال هذا الشيء كامل، بانني انا عمر ما كانت في النيه ديالي باش نسحر داك الانسان، عمر ما كانت النيه ديالي باش نضر داك الانسان، بالعكس، ولكن هو ضرني في اول غلط، ضرني علاش؟ حيتاش ما تقبلش الفكره، كلي كنترعد، ما تقبلش الفكره بانني زعما انا غلطت وصافي وخليته وبشيت. راه بشيت حيتاش ما بقاش انا اصلا عندي الوجه باش نهضر معاك، ومراتك منين، يعني انا منين مشيت ديك الساعه، علاش ما تقول ليهمش الميساجات اللي كنتي تصيفط ليا، ولا نسمعهم ليهم حسن، نوريهم الميساجات والكلام الخايب وشي كلام عمري ما سمعته من عندو، شي معيور وحشومه كاع، تنسمعوا ليكم اش كان كيقول ليا في الميساجات، والله حتى حشومه، غير جاتني حشومه وانا باقا كندير بوجه العشره وبوجه الدراري اللي بيناتنا، سوبراتو بوجه الدراري اللي بيناتنا. اما انت على وجهك ما بقيت غادي ندير حتى شي حاجه من مورا الفيديو اللي لحتيه، من تما كاين حطمتي شي حاجه سميتها حب بيني وبينك، صافي انا من جهتك ما بقيت تنحس بحتى شي حاجه، حيتاش المشكل كون حليناه غير بجوج، غير انا وياك وبلا شوها بلا حتى شي حاجه، ماشي غير نعتذر ونهبط ونركع لك تحت رجلك ونبوسهم ليك. ولكن هذيك اللقطه منين شفت السيد، اقسم لكم بالله منين شفت السيد، المهم منين حصلني وسميته وشفت السيد هز التليفون وبدا كيصور، عرفت بان فراسو الغدر، عرفت بان السيد فراسو الغدر. انتو مع من غادي تبقاي؟ مع من اصلا؟ راه ما بينش لكم كل شيء في الفيديو، كون بينتي الدار، كون بينتي المعيور، ولا بينتيني غير انا اللي كنغوت كيف حال شي حماره، علاش هادشي كامل؟ حتى استحرت لك. دابا دخلنا عليكم بالله، كون كانت حنا دائما المراه محقوره، دير المراه غلطه كلشي نوض ليها وكلشي دافع على الراجل وكلشي، كون كان الراجل داير الغلط ما غاديش ديروا عليه بحال هكايا، ما غاديش تدافعوا على المراه تقولوا لا، حيتاش هذاك تيبقى راجل والمراه كتبقى مراه والراجل كيبقى راجل، ياكم ماشي مشكل. تيقول لك اعتذري مني، كون بقى داكشي بيني وبينك راه ركع لك على رجلك ونبوسهم لك ونعتذر، لحقاش فعلا كنت كنبغيك شي حاجه اكثر من روحي واكثر من راسي وما نعرف شنو، نعتذر منك، ولكن من مورا داك المعيور والضرب وبزاف ما نقدرش نقول لكم، ما نقدرش. انا ديك الساعه يمكن انا ديك الساعه كان عليا نهز تليفوني ونبدا نصور فيك، دابا خرجتي قدام الناس زعما انت راه زوين، انت مظلوم وانا خرجت هي الخايبه،
فعلا خايبه، حتى درت واحد الحاجه ماشي في المستوى ديالي، وعارفني انا داك الشيء ما كنتش كنامن بيه وعمري ما درته، وعارفني علاش كنت ناويه ندير لك داك الشيء، فهمتي؟ حتى انت تبدلتي وليتي وحده اخر من نهار جينا سكننا هنايا، ولي ولا ما بزاف، ولا جيت نعاود لكم راه بزاف، انا اختي ما نعاودش لكم، انا راه ماشي هو، خليه هو يعاود لكم، انا راه ما نعاودش لكم، انا راه ما نخرجش اسرار داري، خليه هو يعاود لكم. واللي كيقول لك البوز دايرين هذا الشيء كامل على قبل البوز، يا ريت يا ريت نعس ونفيق ونلقى هذا الشيء كامل غير حلم، غير حلم ندير البوز على وديتش، على وديت نشوه راسي، واش من نيتكم؟ واش من نيتكم؟ واش من نيتكم؟ يا ريت هادشي يكون غير بوز وغير ضحك وغير برانك كيف ما تتقولوا نتوما، يا ريت يا ريت هادشي يكون ماشي بالصح، يا ريت الناس نفيقوا نلقى راسي مع عائلتي مع راجلي مع وليداتي مجموعين، كنا بخير عايشين بخير، حتى وقع هاد المشكل هذا مشتين ما عايشاش انا مرتاحه، باش ما نكذبش عليكم، تنطلعت تقولوا لي اه باينه فيك بانك مريضه، بانك سميتو طالعه علينا بالماكياج ومزوقه، يا اختي نزوق، انا من النوع اللي كنكون معصبه كنوض ونشوف راسي في المرايه ونبدا نزوق كنغطي الحزن، راه ما غاديش نطلع عندك حالتي، وغادي عمركم ما تشوفوني انا مدمره حتى لديك الدرجه، واخا راه دمرتوني نتوما كاملين دمرتوني، ونخليكم منكم الله، لا نتوما لا هو، ما نسمح لكم لا في دنيا لا في اخر، انا مازال ربي يغفر لي حتى كان عارف شنو في نيتي، وفضحني ربي فضحني حتى عارفني عمري ما درت شي حاجه بحال هكايا، نهار نويت سبحان الله فضحني ربي، انا كنعترف بها فضحني، ولكن منين فضحني كان عليك انت تخدم عقلك، سلخني ديك الساعه دير فيا ما بغيتي، ولكن باش تسجلني وباش تبقى تعايرني بداك الهضره، راه ديك شوفوا راه الضرب واخا هكا كيضربك الواحد يضربك، تو الواحد يضربك يضربك وتنسى الدقه، ولكن ملي كيضربك بهضرتو، ملي كيضربك بهضرتو راه عمرك ما تنساها، واخا تسمح لي عمرك ما تنساها، وانا دعيتك الله حسن، دعيتك الله ما تستاهلش، والله ما تستاهل شي حتى داكشي اللي كنت باغا ندير لك، والله ما تستاهله، والله ما تستاهله شي، هذا الشيء بيني وبينك اللي واقع دابا بيني وبينك راه غير سبب، غير سبب، فهمتوا؟ فاش كانت حياتنا كانوا الناس حاسديننا على حياتنا، تخيلوا معايا الناس كانوا حاسديننا على حياتنا، خليو من السوشيال ميديا، خليو من يوتيوب، سولوا علينا اللي كيعرفني انا وياه دي بيرسونا، سولوا علينا صحابنا وشايفيننا كيفاش عايشين بخير، ما عندناش ما خاصناش، وحمد الله وشاكرينه فعلا، ما كنخصصني حتى شي حاجه، داك الانسان راجل اونس ما مخصصني حتى شي حاجه، ما كان مخصصني حتى شي حاجه، وهذا الشيء اللي دار لي انا باقي لحد الان تنقول ما يمكنش، ما يمكنش يدير فيا هذا الشيء، ما يمكنش ما يمكنش، علاش غير لحتي الفيديو، انا واخا مشيت لدارنا راه كنت ناويه نرجع لداري، وتخيلوا معايا نهار تخاصمت انا وياه وحصل عليا داك الشيء، نهار الاول اللي مشيت لدارنا ما قلت لماما والو، ما قلت لها لا حنا لا مخاصمين لا حتى شي حاجه، قلت لها لا صافي راه غير جيت، غير جيت ساعات ولا باغا نبدل بساعه اخرى وهذا وصافي وهذه، قالت تقول لي ماما مالك، وهي راه باينه ليا في وجهي تقول لي ماما قولي لي مالك، قولي لي مالك، هو بداو كيعيطوا لي في التليفون ما كيجاوبهمش، وما قلتش ليها، وبقى عليا بالميساجات وبالمعيور، والله تحشمت نوريكم الميساجات، بقى عليا وما كان حقه ساعه غضب، ولكن ديك الساعه انا كنت غلطه وانا كنعترف بالغلط ديالي، كان عليه غير شي هضره ما كانش عليه يخرجها، شي هضره قصحاتني ضراتني في قلبي ما قادرش لحد الان نساها، اش غادي نقول لكم؟ الله يدير شي تاولت الخير وصافي، الله يدير شي تاولت الخير وصافي، انا راه دابا منين
كان فتح حكومي من الكاميرا وكنهضر معاكم راه كنحس براسي شويه، راه ماشي كيف حال سادة عليك البيت. ما قدرات هضري حتى مع شي حد، اللي كتهضري معاه كيتنطر عليك تيقول لك سيري حلي، انت اللي شوهتي بينا، انت اللي درتي لينا، انت اللي فعلتي لينا. بقيت قادره نهز التليفون وندخل ونشوف التعاليق ديال الناس والهضره ديالهم. ماشي كلشي، ماشي كلشي، كاين اللي عارفني واللي عارفني هو اللي كيدافع عليا. شتو دوك اللي كتلقاهم كيدافعوا عليا، راه هما اللي كيعرفوني، هما اللي شايفيني مباشره، هما اللي هادرين معايا. اما دوك اللي كيعايروا كيسبوا فيا دوك راه ما عارفينيش، عمرهم ما تلاقاوني، عمرهم ما شافوني. راه اللي كيعرفني هو اللي كيدافع عليا. اما العائله بلا ما نهضروا عليها، هذيك فهاد الشيء اللي وقع ليا عرفت كل شيء على حقيقته، عرفت كل شيء على حقيقته، وحمدتك يا ربي وشكرتك بعدتيني على هاد الناس هادو. حمدتك يا ربي وشكرتك، حيت راه ملي كتوقع لك شي مصيبه عاد تتعرف شكون كان كيبغيك وشكون باغي تشفى فيك وشكون من العائله وجبد. ومن هذا الفيديو هذا بغيت نشكر صحاباتي اللي كيعيطوا ليا واللي مسانديني واللي كيصيفطوا ليا ميساجات. وسمحوا ليا ولا ما كنتش كنجاوبكم، راني في واحد الوقت ما قادراش نهضر، ما قادراش نهز التليفون ونهضر مع شي حد، ما قادراش نهضر في هذا الموضوع هذا، ما قادراش ما قادراش. سمحوا ليا، الله يرحم بها الوالدين. انا راه غير نوقف شويه على رجلي، نوقف شويه على رجلي وان شاء الله نهضر معكم كاملين. والله الا غير سمحوا لي، سمحوا لي صحاباتي ديال بصح، ماشي صحابات المنافقات. في واد الغضب الله يرحم بها الوالدين، خليوني حتى انا نبدا صفحه جديده، راه ما بقيتش قادره ولا ما درتوش على وجهي، ديروا غير بوجه وليداتي. راه ولا وقعت لي شي حاجه راه نتوما السبب، نتوما بلاصه غادي تستروا فضيحه. كلشي كيدور الفيديو، كلشي كيندمج معاه، كلشي انت راجل، انت وانت وانت وانت، حتى هو راجل وانا مراه ياكم، حتى هو راجل وانا مراه حقرتو عليا. انا راه ما غاداش نطيح، ولو هاد المشكل كبير وقع لي انا راه ما نطيحش، غنبقى دائما واقفه على رجلي. وان شاء الله من الفيديو الجاي غادي تشوفوني سترين وحده اخرى، لحقاش باغا نسد هاد الموضوع. وحسن بركه من السم ديالك، بركه من السم ديالك، راه حنايا تنعرفوا بعضياتنا مزيان، راه 10 سنين ديال الزواج، 10 سنين ديال الزواج. وكون كنت كندير لك شي حاجه كون راه حصلتيني من زمان، ماشي عاد تحصلني. بركه من التمثيل وبركه من السم ديالك. قال لكم جا عندي للدار وطليت عليه وما حليتش، جاي للدار في الوقيته اللي ما كاينينش دارنا. لا جاي في الوقيته منين تكون امي وبا، نجي في الوقيته منين تكون امي وبا. تش دابا انا بيني وبينك ما بقى حتى شي حاجه كتجمعنا من غير وليداتنا، فهمتي؟ من مورا هذا الشيء اللي انا درتي ليا قدام العالم، شتي كون انا شوهتينيش راه قلت لك كنت نجور ركع لك ونبوس لك رجلك. لحقاش راني كنت شي حاجه ماشي غير كتبغيك، راه روحي نعطيها لك. غلط سرني، دير لي عقلي. كابرين انا وياك بزوجك، انت تتقول الناس مكبرها على يدي، مكبرها على يدي، خطات. قول لا خطاتي، وعلاش؟ وفهميني علاش، وعطيني فرصه باش نهضر معاك. واش تعايرتي وضربتي وسميتو هذا وهذا، عاد باغيني انا نشرح لك؟ صافي، يعني ديك الساعه انا من مورا ما سمعت هذيك الهضره اللي كنتي شاد في قلبك، صافي. المهم اخوتي سمحوا لي على هذا الفيديو، ما كنت ناويه صراحه اليوم نبدا واحد الفيديو غادي نقول لكم جا بانني صافي يعني هذا الشيء كامل طلع لي في راسي، صافي باستا كوزي. ولكن شي تنابو باش نحط هذا الفيديو هذا ونجاوبكم على الهضره ديالكم ونوضح بعض الامور. ومن الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تبان لكم نيسترين جديده، فيديوهات زوينين وفي المستوى.
غادي نبدا ان شاء الله الخدمه ديالي. راه كلشي عارف الخدمه ديالي اشنو كندير، وغادي نشارك معكم اي حاجه درتها في حياتي. وحسن عطيني شبر اتساع، عطيني تيقار، تقول لهم توحش ولادي، ولادك ما عارفنا ما عارفهمش فين ساكنين، ولادك ما عارفهمش فين ساكنين. واخويا الله يخطفك الحق، الله يخطفك الحق، ماشي مشكل، ربي كبير وكيشوف، ربي راه كبير وكيشوف. وما نسمحش، ما نسمح حتى شي واحد فيكم، حتى حد ما غادي نسمح ليه. شي انا ولا درت غلط راه درتو مع راسي، هذاك الشيء تيبقى ربي هو اللي يحاسبني، راه ماشي نتوما هما اللي تحاسبوني. ماشي حتى واحد ما عنده حق باش يحاسبني على غلط انا درتو. انا غلطت وكنتحمل مسؤوليه الغلط اللي درتو، وخرجت واخا هكاك خرجت واعتذرت ودرت قناه وباغا نتقاتل وكلشي ضدي، وانا وسط ديوبه وهضرت وبكيت وطلبت السماحه منكم، وتتقولوا لي لا وطلبي منه هو طلبت منه السماحه. بعدا تصنت ليا، راه ما تصنتش، راه تيكذب، راه تيكذب، تيضرب جوج كيسات تيجلس طالقه عليكم. ايوا ماشي مشكل، ماشي مشكل، راه حالتك، راه حالتك باينه فك كيفاش وليتي، فهمتي؟ راه حالتك، راه حالتك تشفي فيك، ماشي العديان تشفي فيك. وخليوني عليكم في الثقه، الله يرحم بها الوالدين، خليوني نعيش حياتي، خليوني نبدا صفحه جديده، خليوني عليكم، الله يرحم بها الوالدين ما عطاونيش بر اتساع. صافي راه ما بقيتش قادره انا دابا، واخا تشوفوني كنهضر وهاد الثقه في النفس وسميتو، راني مدمره الداخل ديالي اللي راه ما كننعش. هو اللي تيقول لك ما كياكلش، ما كياكل ما كيشرب، لا انا كناكل وكنشرب وكنخرج وكن ماشي مشكل. المهم خوتي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكونوا بزاف ديال التغييرات. تهلاو في راسكم.